مواكبة لتوجه الدولة المشجع على توسيع إنتاج الزراعات الاستراتيجية، انخرط عديد الفلاحين بورجلة في هذا المسار، وأنموذج ذلك الشاب موسى عسال الذي تمكن من تحويل أرض قاحلة إلى حقول غناء تنتج محاصيل شتى. شفنا التوجه تاع الدولة لإنتاج الأعلاف، انخرطنا في الميدان تاع اللي توجهت ليه الدولة باش أن نساهم ونكون عندنا دور فعال في إنتاج الأعلاف. العام اللي فات كانت عندنا زراعة بيفو واحد، سنة درنا بيفوين تاع مايس، وعندنا طموحات أنه تكون عندنا مساحة نحو حتى 100 هكتار. نتائج إيجابية حققها فلاح والولاية في شعبة الزراعات الاستراتيجية، إذ تمكنوا من رفع تحدي كثافة الإنتاج وتنويعه، هذا بفضل آليات وضعتها الدولة لدعم وتشجيع الاستثمار في المجال. احنا عندنا برنامج طموح اللي الهدف منه هو زيادة المساحات المسقية في الولاية على في الذرة. العام اللي فات كنا في 860 هكتار في المايس، وصلنا في زراعة في حدود 1500 هكتار. فيما يخص الحبوب بجميع الأصناف، العام اللي فات كان عندنا ارتفاع بحوالي 15%، وعندنا إن شاء الله طموح هذا السنة بس نتجاوز العتبة تاع 4000 هكتار في الولاية، وهذا من خلال المرافقة تاع الدولة للمستثمرين. يطمح فلاح والولاية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المنتوجات الاستراتيجية التي تؤسس لصناعات تحويلية متنوعة وآفاق واعدة في المجال.